هذا وتشهد العلاقات البحرينية الماليزية تطورا وتعاونا مستمرا على كافة الأصعدة والمجالات، في ظل ما تحظى به هذه العلاقات من دعم واهتمام من قيادتي البلدين الشقيقين. علاقات تاريخية ممتدة بين مملكة البحرين ومملكة ماليزيا الشقيقة تعود لأكثر من 4 عقود، تمثلت بعدد من الزيارات المتبادلة بين الجانبين، كان آخرها زيارة جلالة الملك المفدى إلى ماليزيا في مايو الماضي. أكد فيها جلالته على قوة ومتانة علاقات التعاون الوثيقة بين البحرين وماليزيا الشقيقة، والتي تشهد المزيد من النمو والتطور في شتى المجالات، وخاصة في مجال التعاون الدفاعي والعسكري، في ظل ما تحظى به هذه العلاقات من دعم واهتمام من قيادتي البلدين. حصاد العلاقات البحرينية الماليزية عام 2017 شهد نجاحا قويا على المستويات كافة، فالزيارة التاريخية لجلالة الملك المفدى كأول حاكم للبحرين يزور ماليزيا عملت على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تصب في مصلحة البلدين وشعبيهما. تلت تلك الزيارة زيارات لعدد من المسؤولين العسكريين والسياسيين الماليزيين إلى البحرين لتوثيق وتأكيد وتوسيع حجم التبادل العسكري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين. مملكة البحرين ومملكة ماليزيا تمتلكان نموذجين تنمويين ناجحين ومؤثرين في محيطهما الإقليمي والدولي، ما يزيد من طموحات البلدين في علاقات ثنائية أكثر تنوعاً، وتدعم التطلعات البحرينية الماليزية نحو تعاون أكثر وثوقاً يضمن للبلدين مستقبلاً أكثر إشراقاً، وخاصة مع توافر الإرادة القوية والفرص الواسعة للعمل المشترك في المجالات كافة، وفي مقدمتها الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والسياحية وغيرها من المجالات.